اللهم إنا ندعوك دعاء من أتاك لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا وعن وطنه نائيا ولنسكه مؤديا فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ونعوذ بك اللهم من شر الغنى والفقر يا ذا الجلال والإكرام إلهنا إلهنا ها نحن قد أمسينا في بلد حرام وفي بيت حرام وفي ليلة من أفضل الليالي وفي الثلث الآخر من الليل الذي تقول فيه هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له اللهم يا ذا الجلال والإكرام فنحن نرفع أكف الطاعات إليك نحن نرفع أكف الضراعة إليك ندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام إلهنا إلهنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا اللهم فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا واغفر زلتنا يا ذا الجلال والإكرام إلهنا إلهنا علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك علينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخاف غيرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وخطيئة وذنب اللهم إننا لا نثق إلا برحمتك فاغفر لنا ذنوبنا كلها ضدها وجلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختم لنا اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وجد علينا بأوفر الحظوظ من رضوانك وارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيانك ولا تقطع عنا ما عودتنا من جميل إحسانك اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات واستجب منا صالح الدعوات وهب لنا في